بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على الفاينالي. اخدنا التراي والكاتش والثرو، هنتكلم على الفاينالي. انا اخدت الفانكشن المثال اللي فات على طول زي ما هو، فاليديت ايج 2 وهاج جوه المين فانكشن، هي نفس الفكرة. قلت له انتر يور ايج وبقرأ الايج عادي، بس عايز احط الكلام ده في تراي كاتش. خلاص بقى انا فهمت ان الكود ده، انا دلوقتي شخص بستخدم فانكشنز زميلي كان عاملها وكان عامل فيها ثرو، وانا اللي هقفل الاكسبشنز. فعملت تراي وعملت كاتش ومتعامل جوه كاتش فاريبل سميته مش عايزين كاتش، عايزين فاينل، عايزين فاينل بس من غير كاتش. تو تراي وقلت له فاينلي مثلا، قمت مطلع مثلا البرنامج انتهى كده كده تظهر في الفاينلي يعني. بس او ماشي، ممكن غير اقول له فاينلي بلوك اولوز اكزكيوتد. عايزين نوضح ايه في الفكره كلها. فاينالي التراي دي ضربت الفاينال هيشتغل، ما ضربتش الفاينال هيشتغل. فاينالي اكنك تقول له لازم يتنفذ، حتى كنا حاطين بروجرام كومبليت كانت هتظهر، فاكرين الكود لما ان البروجرام كومبليت ما كانش بتطلع اصلا صح. وهنا قال لك لا، الفاينال بلوك اولوز اكزكيوتد خلاص طلعت، اكسبشن ضرب خلاص الموضوع انتهى. لكن كده كده سواء بقى، طب لو انا عملت 22 برضه الفاينال هتشتغل. فالفاينالي كده كده بتتنفذ سواء ضرب ايرور او ما ضربش ايه، او ما ضربش الايرور. طب هاخد كابي تاني وهعمل اكزامبل تاني عشان اوضح حاجه. هعمل اكزامبل جديد عشان برضو نشوف فكره الفاينالي. على فكره احنا مش لازم نعمل كابي بيست من فاليديت اصلا ايج و ايج 2 ايج 3 كده كده يعني، كده كده اصلا ممكن نستخدم فاليديت ايج وخلاص يعني. احنا مش يعني كده كده احنا بندعي على فاليديت ايج، هي فايل واحد بس مفيش مشكله، فممكن نشيلها خالص كده نبسط بس الجو بتاعنا. كده كده بندع على الفاليديت ايج اللي موجوده في الاكزامبل 136 مفيش مشكله. طيب هاجي اعمل ايه هنا؟ عندي تراي فاينلي اهو والبروجرام اكزكيوتد وكله تمام. جيت قمت قايل ايه؟ طيب انا كل اللي انا محتاجه هنا كده فاليديت ايج وبشتغل على فاينلي اللي هي كده بتتنفذ. انا بس محتاج ان انا اد مثلا كاتش، وعايز امسك الايرور اللي هو الاريثماتيك اكسبشن اللي كان عامل لي قلق. فقلت له كاتش، قلت قايل فاريبل، عملت فاريبل اسمه ايه اللي هو يبقى نوعه اريثماتيك اكسبشن. في عند الجافا لانج وفي عند اللي هو الكوت الكوتلين، فهختار كوتلين. وقلت له كاتش الايرور ده، وكل اللي هتعمله انت برنت لاين بس ان ديت ان في مشكله عندك وخلاص يعني. كان نوت مش عارف ديفايد او مش هينفع ديفايد باي زيرو، مش مشكله هقول له اندر ايدج بس كده، بس مش ايرور بقى في طباعه الايرور اللي بيطلع ده ويكراش، لا بس اندر ايدج اكسبشن. فهيوقف، فمش هيوقف يعني، هيكمل الشغل. فكل قصد بقى مع تراي مع كاتش مع فاينلي، لو انا جيت ومدخل رقم سليم قال لي ماشي وتمام كل حاجه اتنفذت، وقال لي الفاينل اتنفذ مع ان الكاتش ما اتنفذتش. لما قلت له 12 ضرب وقال لي ايه اندر ايدج اكسبشن، يعني الكاتش اشتغلت برضو الفاينل كده كده ايه كده كده شغال، سواء الاكسبشن اشتغل او الاكسبشن ايه ما اشتغلش. قلت له انتر ايدج، قلت له 18، قال لي كله تمام بس كده كده الفاينل كده كده بتشتغل كده. يبقى شفنا الكاتش والتراي والكاتش والفاينل والثرو كده، دي الجمل اللي بنتحكم فيها فكره الايه الهاندلنج للاكسبشن.